موضوع بقى ان مكتب الارشاد ده هو اللي بيحكم بقى كليشيه قوي، كل واحد بقى يقول لي بقى المرشد هو اللي بيحكم. الكلام ده غلط يا جماعه، كل واحد جوه الاخوان له فكر مستقل، له الدماغ بتاعته، مش اي حاجه المرشد يقولها الناس جوه الجماعه هتسمعها. لتحقيق الامن، لحل مشاكل الناس، للوقوف امام الازمات المفتعله، وامام فلول الشعب، فلول الحزب. انتم تعلمون ما يجري على الارض، المرور، الامن، عدم الاستقرار، الايحاء بان مصر فيها مشاكل ولن تحل. لا لا معلش 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 معلش، انتوا عارفين بقى دي ليله افلام ومتعه مع الفيديو ده. تاني الله يخليكم، فيديو تاني 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 تاني. لتحقيق الامن، لحل مشاكل الناس، للوقوف امام الازمات المفتعله، وامام فلول الشعب، فلول الحزب. انتم تعلمون ما يجري على الارض، المرور، الامن، عدم الاستقرار، الايحاء بان مصر فيها مشاكل ولن تحل. هذا الامر كله. هو مرسي بس معقول، بس امه لا اله الا الله كلها سمعته. قصاص قصاص، عدالة اجتماعية، بيحبوا هم يسمعوا الحاجات دي. عدالة اجتماعية والحرية، هنتفهم بعدين. حرية دم شهداء بتمشي برضه.